السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع ممتاز جدا، هيعمل لك سب تايتل للفيديو بتاعك. يعني انت عندك فيديو ما فيهوش سب تايتل، فالمفروض ان انت بتبذل جهد كبير ان انت تقعد تسمع وبعد كده تكتب، وكل كام ثانية تبدأ تكتب وتحدد الوقت، فده بياخد منك جهد كبير جدا. طيب فخليني اجي هنا على الرابط دوت، هتلاقيه في الفيديو جابوينج، هقول له ده الفيديو بتاعي، هو هيبدأ يدخله لك. تقدر تعمله مانوال او تقول له اوتو جنريت وتحدد اللغة. طبعا احنا بنتكلم عربي، طبعا هتلاقي العربي مصر، طبعا من ضمن طرف ان هو كاتب العربية اسرائيل، طبعا المفروض فلسطين اهوت. فبياخد وقت بسيط على ما يرفع الفيديو، وبعد كده هو بقى بيبدأ يسمع لك كل كام ثانية لوحديهم. طيب وهنا السلام عليكم ورحمة الله طيب هنا في وبركاته. صوت بدأ يشتغل من سطح هيرخم عليا، والنيل إلى فأنا هقول له الإنجاز. إيه؟ اقفل الصوت هنا. لو أنت جيت تبص على دوت، ده فيديو كان طويل شوية، أول ما رفعته بدأ يظبط لي كل جملة في مرحلة بشكل دوت، تمام؟ هو أوتوماتيك، أنا ما دخلتش فيها خالص. فلذلك في بعض الحاجات اللي مش مظبوطة لازم أنا أخش أظبطها، تمام؟ فمحتاجة بس ايه شوية تظبيط. طبعا لو جينا نبص هنا هنلاقي في حاجات اتعملت بس فيها غلط، تمام؟ فلازم انت تسمع وتراجع، بس هيكون الموضوع بقى اسهل بكتير لان هو قسمها لك، تمام؟ وفي غلطات كتيرة بالانجليزي بتبقى احسن، بالعربي بتلاقي فيه غلطات. يعني مثلا اول جملة دي احنا قفلنا الصوت. بني الإزاز. طيب أقول له دلوقتي خش في الميسنجر سايت إنجلس ماس. أوكي. طبعا إنجلس ماس هو ما فهمهاش فبدأ يكتبها بالشكل ده، بس المهم بعد ما تخلص بتقول له داونلود اس ار تي، فتفاجئ ان انت لازم تكون مشترك بفلوس. دي اسوأ حاجة في الموقع. وكنت يعني لما وصلت الموقع ده كنت قايل له مجاني، وكان مكتوب ان هو مجاني، بس لما دخلت لقيت لا دي ليها مزايا ولازم تشترك ب $20 في الشهر.